كالوريز مع رزان شويحات برعاية كيتشنت. الميتابوليزم أو الأيض. هل فعلاً في جسم بيحرق أكثر من جسم؟ لما نحاول ننصح وما نقدر، أو لما نحاول ننحف وما نقدر، على طول منلوم جسمنا ومنقول أنا جسمي هيك ما بينصح أو ما بيحرق. هل فعلاً جسمنا هيك؟ والأهم، هل في حل لحرق الجسم؟ طبعاً أكيد في حل لحرق الجسم، بس لازم نعرف أولاً كيف أصلاً جسمنا بيستهلك الطاقة. السعرات أو الطاقة اللي جسمنا بيحتاجها يومياً تستهلك على الشكل التالي: في 70-80% من الطاقة اللي بيحرقها جسمنا يومياً هي اللي تسمى الميتابوليزم أو عمليات الأيض، وهي الطاقة اللي بيستعملها جسمنا ليقوم بالعمليات الحيوية من هضم وامتصاص وبناء وغيرها. وطبعاً هذا النوع ما بنقدر نتحكم فيه من صرف الطاقة. أما 20% الباقية هي الطاقة اللي بيحرقها جسمنا للقيام بالنشاطات اليومية والرياضة. طبعاً هاي هي اللي بنقدر نحنا نتحكم فيها، وبالتالي في أجسام بطبيعتها بتحرق أكثر من غيرها، لكن هذا ما بيعني إنه إحنا ما بنقدر نأثر على مقدار حرق الجسم. مثلاً ممارسة الرياضة اليومية بتزيد من استهلاك الطاقة وبتساعد بحرق الدهون المخزونة، والأهم كمان إنها بترفع من الميتابوليزم أو عملية الأيض، لأنها بتنشط وبتزيد من الجزء العضلي بالجسم واللي هو الجزء اللي بيحرق طاقة أكتر بجسمنا، وبالتالي بترفع من حرق الجسم أو الميتابوليزم. ومثل ما الرياضة بترفع الميتابوليزم وبتزيد الحرق، كمان برامج الرجيم الخاطئة اللي بتحتوي على سعرات حرارية قليلة جداً بتقلل من حرق الجسم، يعني بتقلل من الميتابوليزم. فانتبهوا كتير لنوع الرجيم اللي بتعتمدوه علشان ما تقللوا صرف جسمكم للطاقة ويصير موضوع تخفيف الوزن أصعب أكتر. وحتى نحقق التوازن بالطاقة بالجسم، نحافظ على وزن معتدل، لازم نحقق توازن بين الطاقة اللي بنستهلكها والطاقة اللي بنتناولها، يعني تكون كمية الأكل اللي نحن عم نتناوله يومياً تعادل كمية الطاقة اللي نحن عم نصرفها يومياً. بكالوريز اليوم قالت رزان: الميتابوليزم أو عمليات الأيض بتشكل 70-80% من مقدار الطاقة اللي بيستهلكها جسمنا يومياً، ومع أنها طاقة ما بنقدر نتحكم فيها مباشرة وبتختلف من شخص لآخر، وتكوين الجسم من عضلات ودهون بيأثر كتير على حرق الطاقة، فالأشخاص اللي عندهم نسبة عضل أكتر بيكون استهلاكهم للطاقة أكتر. عشان هيك إذا كان بدنا نزيد من حرق الجسم للسعرات الحرارية، لازم نزيد من الجزء العضلي بالجسم عن طريق طبعاً ممارسة الرياضة، كمان نبتعد عن الرجيمات الغير مدروسة والمنخفضة بالسعرات الحرارية واللي بتقلل من الجزء العضلي بالجسم وبالتالي بتقلل من حرق الطاقة. كالوريز مع رزان شويحات برعاية كيتشنت. اطلب وجبتك على 06-400-1200.